السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة سايب عاملة سايب بي في سيستم، وده اللي الطاقة الشمسية بيعمل الحساب بتاعتها. طيب دلوقتي أنا دخلت الموديل من خلال إن إحنا ربطنا مع البيم سيرفر دوت سنتر، وعندي هنا الأدوار من أول خالص، الدور الأول تاني التالت وهكذا لحد ما وصلنا ده الأبر روف، بيديني معلومات عنه. طيب نخش بقى على الروف، نقف مرة واحدة كده يبدأ يجيب لي الروف. طيب عايز ابدا اشتغل على البرنامج، فبلا عندي هنا البيم موديل، لو انت عايز تحمل البيم موديل موجود هنا اهو، ده بكل الاحداثيات بتاعته وكل المعلومات بتاعته. الاليمنت لايبراري لو انت عايز تحمل عناصر تانية، الواح شمسية تانية، بيبدا ان هو يقسمهم لك، البطارية وكل حاجة يبدا ان هو يجيبها لك، بحيث لو انت عايز تضيف اي مكونات تقدر تقول له بلس، ويفتح لك بقى المكتبة، تقدر ان انت تكتب زي ما انت عايز وتختار المعلومات اللي انت عايزها. وبعد كده السبيس، وبعد كده الديزاين هنبدأ نشوفه. طيب انا عايز بقى ابدأ احط الواح، فبيجيب لي كده، فبيجيب لي بقى التايب اوف انستليشن، وبيجيب لي الشيت فاكتور، كل المعلومات اللي انت محتاجها، واقول له اكسبت. وممكن تغير تايب بالشكل دوت وتقول له اكسبت، وتبدأ ان انت تحطه على السطح بالشكل دوت. دي برضو ممكن تحمل الانسبكشن بوكس لو انت عايز بالمقاسات بتاعتها، وتبدأ تعمل لها دروج هنا بالشكل دوت، وبعد كده تقدر تعمل لها روتيت، وكذلك كونكشن بوكس وهكذا كل عناصر. وبعد كده عايز تبدأ بقى تعمل الحساب، فتقول له انا عايز اعمل ديزاين، عايز اعمل انرجي بري ديزاين، فيبدأ يجيب لك الحساب بتاعتك بالشكل دوت بكل شهور بكل حاجة اللي السيرك بقد ايه. هنا التوليد بقد ايه سنجل لاين، انت عايز تشوفك سنجل لاين، وتبدأ ان انت ترسم الاليمنت، تحط الاليمنت وتبدأ توصل بينها. عايز توصل باسبار مثلا، تقدر توصل باسبار، تقدر توصل السيركت بريكر، واجي هنا على الكونكشن واقول له كونكشن مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، وراك كليك عشان اخرج من الامر. وهنا ممكن تعمل جنريت ذا سنجل لاين دايجرام، وتقدر تعمل اكتر من واحد، يعني ممكن تعمل نيو وتعمل دايجرام جديد بالمقاسات والحاجات اللي انت عايزها. وبعد كده بالف كوانتيتي يبدا يعمل لك حصر كل الحاجات اللي انت استخدمتها في المشروع.